اهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من جديد من هنا من جماعه مولاي ادريس الزرهون وفي موضوع جديد موضوع الذي يخص مستفيدي تعاوني الفلاحيه سيدي عياد بجماعه وليلي الذين يطالبون كما جاء في تصريحات احد ممثليهم السي سفيان الذي يقول انهم يطالبون بتسويه وضعيتهم القانونيه من اجل الاستفاده من مجموعه من القروض ومجموعه من يعني من البرامج لتجهيز اراضيهم والعمل عليها ولمعرفه كثير من التفاصيل حول هذا الموضوع سنبقى مع السي زكريا مباشره في هذا البث المباشر مرحبا بكم دائما معنا. سي زكريا مرحبا بك معنا. سي اسمح لي اعتذر خطا في الاسم سي سفيان مرحبا بك محبا. معنا اخي شنو الملف ديالكم شنو التفاصيل اللي ممكن تعطينا في هذا آه السلام عليكم اولا كنشكركم بعد على الاستضافه ديالكم وكنتمنوا التوفيق للجميع اخويا آه حنا تنعانيو من واحد المشكل ديال واحد عندنا واحد, واحد, واحد الاراضي ديال التعاونيه ديال الاصلاح الزراعي اللي استفدوا منها الوالدين ديالنا في في واحد آه في واحد الفتره ديال 1976 وحنا من ديك الوقيته لحد الساعه حنا مازال كنستغلوا يعني الارض بطريقه اللي كنستغلوها تناكلو ونشربو فيها بالنسبه للمسائل القانونيه ديال الارض ما عندهاش وثائق شي حاجه اللي تركز عليها شي حاجه اللي ت... بالنسبه للاراضي ديال التعاونيه ديال الاصلاح الزراعي عندها واحد القانون كتمر منه, كتمر منه. داخلين الاراضي هذه تعطات <applause> لكم بموجب ملكي اه من طبيعه الحال بموجب ظهير ملكي بواحد آه كانت فويت و من طبيعه الحال كانوا مستفيدين بواحد آه بواحد بواحد ادينا واحد الاقساط يعني احنا ديك الارض شريناها بواحد القيمه اللي ضئيله يعني الدوله تعاونات معنا ديال يعني الناس اللي في ديك الساعه ما بحالهمش وهذا استفدوا من ذوك نعم الاراضي واحد البرنامج اييه استفدنا من ديك الاراضي ادينا نعم الواجبات اللي يعني القيمه الشرائيه ديال الارض اللي نعم اللي كتوجب من آه بعد حنا توفاو الوالدين ديالنا كنا مازال ما خديناش شهاده رفع اليد آه اللي كتسمى بلا ما من آه المديريه الاقليميه للفلاحه من بعد ما توفاو الوالدين ديالنا بقينا حنا في وضعيه كتسمى وضعيه غير قانونيه وراء الستار باش دير شي حاجه ولا شي حاجه اللي تنفع بها باش تستثمر في ديك الارض بطريقه قانونيه وفلاحه عصريه وباش تتعامل مع مع ابنائك تاخذ شي حاجه ولا يعني ما كاينش كتبقى ارض ولكن دابا نتوما راكم مستغلينها لا حنا حنا مستغلينها ما كاينش اللي يحيدك منها داخلين داخلين المحافظه ولكن الوالدين ديالنا وداخلين المحافظه بواحد الطريقه ديال الرهن لفائده الدوله لحقاش الارض كنا شرينا حنا من الاملاك المخزنيه نعم الدوميل <applause> دابا حنا هذيك الارض ادينا الواجبات ديالها <applause> آه يعني مسائل قانونيه درنا جميع الوثائق اللي طالبونا بها مشينا وحطيناها ولكن لحد الساعه المده كاين الناس اللي دافعه الملف ديالها 8 سنين و10 سنين ومازال ما كاين حتى شي حاجه يعني الناس ضايعه كيوقع انسان تيبغي يستثمر في ديك الارض تيبغي بالنسبه للمشاريع اللي عطى سيدنا للشباب والعالم القروي ما مستفدينش منها نهائيا علاش لحقاش ما على شهاده الملكيه فاش كتمشي باش تستافد من داك الدعم وكتمشي للدي بي للفلاحه وكتقول لهم فوالا راه بغيت نستافد انا من واحد الدعم نجهز هذه الارض ولا ندير فيها كوري ولا ندير فيها شجر ولا هذا تيقول لك اخويا لنا شهاده الملكيه شهاده الملكيه ما كايناش تنبقاو حنا في نفس الوقت الوضعيه القانونيه يعني غير قانونيه وما مستافدينش ملي كتقول غير قانونيه واش ما يعني ما كاين حتى شي ورقه كتدل على ثبوت ديال ان ديك الارض راك انت فيها لا كاينه كاينه شهاده الملكيه بالاسم ديال المستفيدين الاصليين ديال الاباء ديالنا آه ماشي شهاده الملكيه بان يعني الارض ما كت... هاد الارض هذه هاد الاملاك ما كتورثش لا كتورث كتورث ولكن في... فيها ديال الدوله فيها الرهن ديال الدوله لحقاش كانت القيمه الشرائيه ديال الارض ما مادياش من بعد حنا ما ادينا القيمه الشرائيه ديال ديك الارض من بعد وفاه الوالدين تيقول كدوز من واحد المسطره سميتها اعاده المنح اعاده المنح كتجهز واحد الملف فيه العدد الورثه ديال اللي خلى المستفيد موراه وفيه المسافه ديال الارض المساحه ديالها وكتدي داك 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 الملف كتحطو في المديريه الاقليميه للفلاحه اذا دابا آه الان انتما باش كطالبوا الان احنا كنطالبوا باش يديروا معنا شي حل لحقاش احنا هذه الوضعيه اللي فيها انت يعني شحال من نتوما ديال الناس في هاد التعاون؟ إحنا تقريبا 27 27 ملف اللي عندنا هذا المشكل غير غي في التعاونيه وكاين بزاف ديال التعاونيات في, في الاقليم ديال مكناس رساله اللي وجهتو لنا انه انتم المتعاونين ديال اللي في التعاونيات ديال يعني مجموعه ديال الناس اللي نعم عندكم نفس هذا المشكل نعم صحيح. احنا دوي احنا دوي نعم صحيح حنا حنا ذوي الحقوق حنا اللي الاباء ديالنا توفاوا وحاليا كاينه وصله من 208 ملف بالنسبه للمديريه الاقليميه للفلاحه عندهم نفس المشكل اللي عندنا حنايا 208 ديال الملفات اذا شنو هما المطالب اللي يعني آه المطالب هو يفوتوا لنا حنا هذه الارض حنا دابا هذه الارض هذه بعث لنا الاملاك المخزنيه وادينا الواجبات ديالها ما اديناش الواجبات ديالها من حقهم يحرمونا منها ولا حنا ادينا جميع الواجبات ادينا لهم جميع الوثائق اللي كيطالبونا كل بها كلشي ادى كلشي ادى الواجبات آه كلشي ادى القيمه الشرائيه ديال الارض كلشي مادي القيمه الشرائيه ديال الارض اكدنا آه م. م. اكد من هذه المعلومه كلشي مؤدي القيمه الشرائيه ديال الارض في سميتو في الخزينه العامه ديال دي ديال الضرائب عندنا التواصل ديال ديال ديال, ديال سميتو احنا دابا حاليا كنطالبوا بحاجه وحده هما يسويو لنا الوضعيه القانونيه ديال الارض استفدتم من المخطط الاخضر ما عندك كي دايره ما عندكش لا من لوفي آه. دابا تحت البرامج اللي كتكون يعني, يعني ديال الدعم للقطاع الفلاحي وهذه كاينه عرقله غير اداريه. كاينه عرقله غير اداريه والمشكل بسيط، حنا عندنا مشكل بسيط، حنا كاين ماشي. ناش... دخلتوا في مفاوضات مع شي جهه المسؤولة على هذا الشيء؟ اه مشينا مشينا لسميتو لازال... ال... دخلتوا في حوار. دخلت اه مشينا المديرية الإقليمية للفلاحة والمديرية الجهوية، درنا شكايات للسيد العامل طلبنا مؤازرة ديال الجمعية ديال المنظمة ديال حقوق الإنسان، راسلناهم، عندنا وثائق على هذا الشيء هذا. ولحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه يعني كما تنسميو حنا بالدارجه الكره في يد السيد العامل هو اللي خصو يامر على على اللجنه الاقليميه باش تنعقد باش يفوتوا هذه الاراضي لينا حنا دابا حنا 8 سنين و10 سنين والانسان ما تسوتش كتكون لجنه اقليميه وكتكون من طبيعه الحال ها. كانت اللجنه الاقليميه كتنعقد كل عام غير بالنسبه دابا مؤخرا انقطعوا السبب علاش ما نعرف دابا ما تيراسلوكش حتى كيقول لك الخلل فين كاين الا كاين شي مشكل من جهتنا نعالجوه على الاقل تكون كتكون واحد 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 المراسله يفيدونا ما يخليوناش حنا معلقين حنا ما نبقاوش دابا حنا حاليا معلقين ما مستافدين من حتى شي حاجه وجالسين جالسين في هذه الارض حتى ناكلو بالنسبه للطريقه ديال الفلاحه في بها راه ما ديرش منا لا بس وما تستفدش منك لا دوله ولا الشعب ولا حتى شي حاجه كدير واحد الفلاحه ضئيله كتعرض للأمراض تقليديه عشوائيه ما تزي ما تنميش بها لا ولا الناس ولا الدوله حتى واحد ما يستافد من شي حاجه حنا كنطالبوا هاد المسؤولين هذا يديروا معنا شي حل حنا من جهتنا لا خاصة شي حاجه نديروها ولا شي وثيقه نجيبوها حنا مرحبا حنا مستعدين ونسولو الوضعيه القانونيه ديالنا علاش لحقاش دابا سيدنا اه عطى بزاف ديال ديال المشاريع للعالم القروي ولكن ها المشروع كيجيك كي, كي غادي دير له ما عندك كي له رانا اخويا شات الملكيه شات الملكيه ما عندكش يعني ما كاين شي حاجه مم. 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 نعم أه كما جاء على لسان ديال السي اسماعيل كان على السي سفيان من الاسم ديالك ما بغاش يا سبحان الله <applause> الله يسعدك خويا سفيان آه، كنتمناو ان الرساله ديالكم كما شرحتوها ويعني وب... ب... بيد ممدوده ويعني باغي يعني تواصلوا حتى نتوما توصلوا الحل وتعرفوا آه، تعرفوا يعني شنو غادي ممكن انكم ديروا في المستقبل في سبيل انكم تنتموا يعني غير على على البلاد ديالكم غير على التربه غير على انكم يعني والاستثمار نيت في المجال الفلاحي من طبيعه الحال في المجال الفلاحي حنا ولاد الفلاحه ولاد العروبيه وحنا كنحبوا هذه المهنه هذه وكنزاولوا هذا النشاط يعني من الصغار ديالنا ومزروع لنا, لنا في الدم ما يمكنش حنا نتخلى على الفلاحه ما يمكنش نتخلاو على الفلاحه ولكن حنا كشباب بغينا نطوروها بغينا نطوروها ونزيدوا بها القدام بهذا بهذا الروح ديال التفاؤل بهذا الروح ديال 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 الروح الايجابيه غادي نشوف الرساله ديالك ان شاء الله غادي توصل بهذه الروح الايجابيه اللي كما سمعناها من عندكم دابا آه سفيان مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي كنتم معنا في هذا هذا البث المباشر لتسليط الضوء على هذه هذا هذه القضيه و نتمنى ان يوجد لها حلول في الايام المقبله ان شاء الله وشكرا اخ سفيان آه شكرا شوف تي في شكرا نعم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء مشاهدي متابعي قناه شوف تي